انا هديكي اللي انت طالباه على 40%. ده انا كده كان اي كونسلت اروح اسال محمد. موافقين نديكي نفس الاوفر بنفس المنهج ب 40%، بس عشان نحافظ على. طب انا ممكن استنى شويه يمكن يعني ننزل. بس هقول لك على حاجه، انا الصراحه انتوا جايين لي في حتتين صعبين قوي. اولا انا كواحده اساسا في حلمي وطفلي صعب قوي 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 افرط في 50%، ده اكيد. فالحمد لله ان احنا على الاقل غيرنا الرقم. وصعب يعني انا I risked it all علشان. بصي انا اللي كان عندي الجرأه. لا هو انا هما كانوا هيفضلوا، انا كان عندي الجرأه. يعني انت مش ماشيه معايا. كنت هتدفعي ثمن الجرأه دي كتير. للاسف انا مش هقدر accept either investment offer، بس I'd love to hear the business offer. بالتوفيق وربنا يكرمك. ميرسي قوي عامه، حتى الايمانك. وانا مبسوط ان انت مقتنعه ان انت تعمليه. ميرسي. بالتوفيق ان شاء الله. انا هديكي offer. اتفضل. تاني. اتفضل.